السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الفيفا ستناقش رسميا طعن الفاف لإعادة مباراة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الكاميروني، تحدث الإعلامي والصحفي حفيظ الدراجي بقنوات بين سبورت أن الفيفا اتصلت رسميا بمسؤولي تقنية الفيديو الألمان الذين أداروا لقاء الجزائر ضد الكاميرون، وطلب منهما الإبلاغ عما حدث، حيث أن الفار كان متوقف في لقطة الهدف الأول للكاميرون. وسيكون القرار الرسمي والنهائي للفيفا يوم 21 أفريل المقبل للنظر في هذه القضية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.